صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم المن من الشخص إلى شخص آخر إذا اقتضت مصلحة ما؟ كيف؟ يقول صلى الله عليكم: ما حكم المن من الشخص إلى شخص آخر إذا اقتضى ذلك مصلحة ما؟ لا يجوز التمنن أبدا، لا يجوز التمنن أبدا. المن لله سبحانه وتعالى، فلا تمن على أحد، تبطل أجرك ومعروفك وتجرح شعور الآخر وتزكي نفسك بذلك. نعم.